شايف ان السوشيال ميديا اثرت بالسلب ولا بالايجاب على المجتمع؟ الاثنين اثرت بالايجاب وبالسلب. السوشيال ميديا من وجهه نظري انا يعني 90% من الناس بتتكلم في السياسه بشكل سلبي. يعني السوشيال ميديا ليها السلب وليها الايجاب. الايجاب ان انا اقدر انتقد، بس لو انتقادي هيكون جارح اقدر اهاجم في ناس بشكل مش كويس يبقى كده حته سلب. الايجاب ان انا اقدر اقول رايي بصراحه في كل حاجه. السوشيال ميديا اثرت بنسبه اكبر بالايجاب لان هي قربت الناس البعيده وخلت يبقى في تواصل اكبر بين الشباب وخلت ان احنا نعرف نتفاعل مع بعض بشكل اسرع. بالسلب وبالايجاب الاثنين، يعني في حاجات بتفيد وفي حاجات بتضل. انا شايف ان السوشيال ميديا اثرت بالسلب لان هي فتحت المجال دلوقتي ده عباره عن منبر مفتوح، فكل واحد ممكن يقول رايه بمنتهى الصراحه، وطبعا مش قصدي على انها منتهى الصراحه، ممكن يقول رايه بدون واللي يسمعه يعني ياخد رايه بدون تثبت. يعني المفروض ان انا بقول رايي بناء على 1 2 3 دوكيومنتس او معلومات، هو بيقول رايه وبس. فاللي بيسمع الراي ده ممكن ياخد بيه، سواء مثلا بقى شوف حضرتك قيس من اول الحاجات البسيطه زي التجارب المنزليه، الطبخ، الميك اب، الرياضه، الابحاث العلميه، السياسه، الطب، كل ده ممكن اقول رايي بدون دوكيومنتيشن. ابرز مساوئها اللي هي بتكبر من الحوار، مثلا لو في حاجه خدت تاخد ترند فتره والحوار بيكبر على الفاضي. في ناس بتقول كلام وفي ناس بتطلع بوستات وفي ناس بتنزل منشورات وفيديوهات واين كل اللي بتنزله ايه على الفيسبوك او الانستجرام او السناب او التويتر او الكلام ده كله بيتقال كلام لمجرد هو عايز مثلا يتشهر او يقول كلام. فانا طلعت عملت عدد لايكات، عملت عدد فيوهات، عملت عدد كومنتات، فبيقول كلام ممكن ما يكونش صح. لها دورين، يعني بمعنى ان هي لو نقلت الخبر صح اكيد بتاثر بالايجابيه، لو نقلت الخبر بالغلط اكيد بتاثر بالسلب.